المدير اللي يخاف يمدح موظفينه، ليش؟ لانه يعني وكانه حياكلوا منه حته. ليش؟ والله الدنيا تدور حتى في الاحسان، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اصلا يوم انت تمدح شخص وفعلا تكون المدحه في مكانها، مو بنا مجامله ويلا، المدحه في مكانها يراوي ثقة النفس في نفسك، يراوي الناس ان انت ما يهابك شيء، بالعكس هذه شخصيات وارزاق، واعطي لكل ذي حق حقه. وانا ما ببخل بالكلمة الطيبة، ولا ببخل بالابتسامة، ولا ببخل بالشكر، ولا ببخل اني انا اتعنى واسير. ومثلا سمعت ان مثلا العامل مثلا عامل النظافه مثلا اللي عندنا، او اللي يجيب لنا القهوه، يعني توفى ابوه، ما فيها شيء، انا مدير اتعنى واسير واعزي، يعني اسير له، شو المشكله؟ فالانسان يعطي كل حد حقه. انت مدير، انت اب، انت مديرة، انت اب، شوفي اب يعني رب المركب. الله يحفظكم ويقدركم على خدمة البلاد والعباد.